السلام عليكم. الفيديو دوت بقى هنتكلم فيه عن المصفوفات، تمام؟ أنا المفروض كنت هشرح النصوص، تمام، بس قلت النصوص بتتكون برضو من مصفوفات من الكاركتر، تمام، فقلت ما ينفعش أشرح حاجة وفي نفس الوقت ما كملهاش، فقلت أشرح المصفوفات الأول وبعد كده النصوص، بحيث إن التكست دوت ممكن يحتوي على إيه. هو بيحتوي أصلا على مصفوفة من الكاركترز، تمام، فنشرح المصفوفات الأول. طيب، أول حاجة البرنامج هنا بيفرق، بيتعامل مع ال one dimension array، تمام، على إنها فيكتور. طيب، لو أنا جيت عملت متغير زي كده x بيساوي 5، دوست انتر، تمام، x دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1 في 1، السايز بتاعه 1 في 1. يعني ايه السايز بتاعه؟ يعني المتغير دوت متخزن فيه كام قيمة؟ متخزن فيه قيمة واحدة، القيمة الواحدة ديت عبارة عن 1 في 1، تمام، ده السايز بتاعها. طيب، عشان نقرب المسافات أكتر، لو أنا عايز أخزن أكتر من قيمة في إكس زي كده مثلا، خمسة وستة كده، أنا خزنت قيمتين في إكس، 5 و6. طب إكس بقى دلوقتي في كام variable؟ بقى في 2 variable، السايز بتاعه بقى إيه؟ السايز بتاع إكس دلوقتي بقى عبارة عن صف واحد على dimension في عمودين، وبالتالي بقى السايز 1 في 2، هيديك إيه في الآخر؟ هيديك 2، هيديك 2 element. جميل، ده كده بقيت لغة البرمجة بتسمى one dimension. One dimension array في الماتلاب هنا بيقول عليه فيكتور، ما علينا يعني من المسميات، لكن هو هنا ايه، دايمنشن واحد، تمام، يعني انت ماشي كده. طب انا ممكن برضو اقول ان الدايمنشن دوت رأسي، نفس الحاجة بس ايه، الدايمنشن رأس زي كده مثلا 5 و6، اهو دايمنشن برضو، دايمنشن صفين في عمود، تديني ايه؟ تديني 2 برضو، 2 element، ده 1 دايمنشن وده 1 دايمنشن، لكن الماتلاب هنا بيتعامل معاهم على انهم حاجة اسمها فيكتور. طيب، تعال نشوف برضو الطرق المختلفة لكتابة الفيكتور دوت. اول طريقة زي ما احنا شفناها ما بين السكوير براكتس، لو انا كاتب كده فاصل ما بينهم بفاصلة كده، ده معناها ايه؟ معناها ان دول على صف واحد زي كده، على صف واحد. طب لما بفصل ما بينهم بسيمي كولون اللي هي دي، معناها ان دول على عمود واحد، او بعبارة اخرى معنى كده ان الصف، ان ده صف وده صف تاني، تمام. يبقى في نهاية كل صف بحط سيمي كولون، ده لو عايز اخلي الصفوف تحت بعض. و في الاليمنتس الموجوده في الصف الواحد بفصل ما بينهم بفاصله او سبيس، يعني انا ممكن اكتب كده برضو 5 و6 اهو، نفس الكلام، ممكن احط فاصله في اخر الست، دي معناها نهايه رو، تمام، بس ملهاش لازمه لان انا مش هكتب حاجه بعدها، احنا دلوقتي شغالين على 1 دايمنشن، فصلت ما بينهم عادي. ممكن اعمل حاجة تانية برضو، ايه هي؟ ان انا عايز اكتب الارقام من 1 لحد مثلا 100. تقول لي طيب ده دي مصيبة بقى، انا هكتب من 1 لحد 100 ازاي؟ البرنامج انا مسهل عليك الموضوع جدا، من 1 لحد 100 دي عندك هنا سينتاكس كده، تقدر تكتب بيها space equal numbers. يعني مثلا انا عندي بداية من 1 وعايز اوصل لحد 100، بس عايز كل مرة يجمع رقم يطرح رقم، يجمع 2 مثلا 3 اي حاجة، مثلا يجمع 2، فهيبتدي يقول 1 زائد 2، واللي بعديها يبقى 3 وهكذا لحد ما يوصل عند 100. تعال نشوف هيوصل عند 100 ولا لا. نلاحظ هنا ما وصلش عند 100، ايه السبب بقى؟ السبب هنا ان هو لما جه وصل عند 99 هو قاعد بيزود 2 كل مره، لما جه زود 2 كمان لقي نفسه بقى 101. طب انت قايل اخرك 100، اه كده خلاص بقى يقف
ويبقى اخر رقم وصل له 99 دوت. بمعنى لو انا برضو جيت قلت له على حاجة تانية، مثال تاني تمام، وكان انا قايل له اخره 200 تمام، وهو وصل لعند 98 198 تمام، وهيجي يزود 3. طب هو لما يجي يزود 3 هيبقى برضو الرقم 201، فخلاص هو هيقف عند ال 198 عشان ما ينفعش يتخطى الحد اللي احنا حاطينه، الحد اللي هو الاند. فعندك هنا بداية نهاية وستيب. طيب ممكن برضو نخلي الستيب دي بالسالب، بس هنا هيبقى ايرور، هيطلع لي ايرور تمام. هو هيعمل لك ايه؟ هيدي لك النتيجه زيرو. معنى زيرو ان هو ما نفذش حاجه. ليه؟ لان الحاجه مش منطقيه. انت بتقول له من واحد كل مره اطرح لي منه 2 لحد ما توصل ل 100. طب ازاي؟ اهو ما فيش اي حاجه. طب ممكن احلها ازاي؟ يا اما تحط له هنا سالب 100 لو انت عايز فعلا، يعني عايز تبدا من واحد توصل للسالب 100 فمنطقي، او حاجه تانية انك تبدلهم تخلي من 100 توصل لواحد زي كده. طيب ممكن اعمل حاجة تانية برضو. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول ان الاكس ديت واخد نفس الطريقة اللي انا بكتب بيها ديت اهو واحطها هنا. ده عادي، ده عادي جدا، هنستخدمها كتير ده على فكرة. يبقى حتى الان عرفنا ازاي بنكتب الفيكتور، حتى الان اللي احنا بنكتبه دوت فيكتور. طيب انا ممكن اعكسه، ده الترانسبوز. الترانسبوز دوت بيجيب لك المدور بتاع المصفوفه. بتعمله ازاي؟ بيبقى عندك الحرف الطه اللي هو في الكيبورد اللي جنب الانتر، دوس عليه ده يعمل لك الترانسبوز تمام. بيدوره بيخلي الصفوف اعمده والاعمده صفوف. حاجه كمان هنبتدي بقى الجزء الجاي نتكلم عن 2 دايمنشن اريز. يعني ايه بقى 2 دايمنشن اري؟ دلوقتي انا عايز صفوف واعمده في الاري بتاعتي، لان الدايمنشن واحد مش مكفين. فنبتدي في 2 دايمنشن، نكتبها ازاي؟ طريقه كتابتها سهله جدا، نفس طريقه الكتابه اللي فاتت. مثلا عندي اول ايليمنت واحد، تاني ايليمنت اتنين، تالت ايليمنت تلاته تمام. كده ده صف واحد. عايز ادخل على الصف اللي بعديه فبدوس سيمي كولون، هكتب بقى الصف اللي بعديه 9 8 7 تمام. ممكن احط سيمي كولون وممكن ما احطهاش، مش هتفرق، هتديني نفس النتيجه في الاخر. عايز احطها تمام، هيعمل لي اري 2 دايمنشن. عندي الروز 1 و2 والكولومز 1 2 3. طيب هنا بيكتب لك السايز. المفروض السايز بتاع الاري بتاعتك يكون رقمين مضروبين في بعض، او 3 ارقام مضروبين في بعض، او 4 ارقام، على حسب انت عندك كام دايمنشن. بالنسبه لل2 دايمنشن فرقمين مضروبين في بعض. الرقم اللي على الشمال اللي هو زي مثلا 51 دوت، ده عدد الروز، عدد الروز اللي موجوده هنا، واللي على اليمين عدد الكولومز اللي موجودين، وهو 1 و2 و3. طيب احنا بقى بنستخدم ال2 دايمنشن دي في ايه؟ ممكن تخزن عليها صوره. الصورة دي بتبقى عبارة عن بيكسل، كل بيكسل دي موجودة في جريد كده، كل بيكسل بتمثل حاجة. ممكن في ال 3D يبقى عندك 3 إحداثيات، هتستخدم 3 دايمنشن أري وهكذا. طيب عرفنا ازاي نكتب 2 دايمنشن. طب في حاجة كمان، ازاي نستخدم الأري بعد ما نعرفها أو بعد ما نكتبها، هنستخدمها ازاي؟ بكتب الاري بالشكل ده كده، بكتب السنتكس بتاعتي بتبقى بالشكل ده. بحط هنا الانديسيز بتاعتي. دلوقتي انا عايز مثلا الاليمنت رقم 1 ده موجود فين؟ والله ده موجود في الصف رقم 1 والعمود رقم 1. يبقى هكتب هنا 1 1، جيب لي الواحد. طب هل الكلام ده ينطبق برضو على الوان دايمنشن؟ ينطبق على اي دايمنشن. تكتب الإحداثيات بتاعة الـ element اللي أنت عايزه وبعد كده تجيبه.
نفس الكلام ممكن اعرف one dimension array من 1 لحد 5، نفس الكلام برضو اقدر اجيب ال element رقم 2، تمام او عادي خالص. طب ايه كمان الملحوظة بقى اللي لازم تفهمها هنا؟ ده كده على بعضه متغير، متغير اقدر اسويه. يعني ممكن اقول مثلا ال y2 ده مثلا اقول بيساوي 5، بص غيرته خليته 5، ممكن اخده احسب بيه حاجة تانية براحتي. هو بالنسبة لي كده كله على بعضه، كده ده كله على بعضه بقى متغير، تقدر تستخدمه كأي متغير عادي في البرنامج. طيب ده ال one dimension وده ال two dimension. طب وبعدين؟ بعدين عندك حاجة اسمها ال 3 dimension وال 4 dimension. بس خلينا نقول شوية ملاحظات الأول على ال 2 dimension عشان توضح الفكرة أكتر. دلوقتي أنا قلت إحنا بنكتب بالطريقة ديت، بنقول مثلا هو موجود في الصف الكام، العمود الكام، بالطريقة دي. طب هل في طرق تانية برضو نقدر نوصل بيها للرقم ده؟ آه في الماتلاب بيضيف ميزة كمان في موضوع الـ arrays. أنا مثلا عندي 1، بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4، بعد كده 5، بعد كده 6. ده ترتيب كده هو بيعمله. طيب الترتيب دوت فايدته ايه؟ فايدته ان انت عندك طريقة تانية تقدر تجيب بيها الاليمنت دوت مثلا 8، بدل ما اكتب هو موجود في الصف الكام، العمود الكام، ممكن اقول ترتيبه من بداية اول اليمنت لحد اخر اليمنت واحطهم لك كده ايه في صف واحد. طب الكلام ده ماشي ازاي؟ عشان توضح لك اكتر الماتلاب بيعمل ايه، هكتب بس الرمز دوت كده. دلوقتي انا عايز التمانية ده، صح؟ التمانية ده قلنا ممكن اقول مكانه في الـ array، تمام. في الطريقة التانية ان انت تقول ترتيبه في الـ array. هنا قلنا 1 2 3 4، فلو جيت قلت اكس 4 هيجيب لي التمانية. طيب دي طريقة ترتيب تانية موجودة برضو في الـ arrays بصرف النظر على الـ dimension بتاعها. ايه كمان العلامة ديت؟ معناها هات لي كله. يعني ايه هات لي كله؟ يعني هات لي كل الـ array، هات لي كل الـ elements اللي موجودين في الـ array. طب تعالى بقى، ودي ميزة مش موجودة غير في الماتلاب، الميزة اللي هي دي. لو انا دلوقتي عايز اجيب مثلا العمود الثالث، تمام، الصفين، بس عايز اجيب الحاجات الموجودة في العمود الثالث بس، اللي هو الثلاثة والسبعة، اعمل الكلام ده ازاي؟ هنرجع للفورم بتاعتنا اللي احنا كنا بنكتب فيها. هكتب هنا اول حاجة عندي الصف، انا عايز كل الصفوف، فزي ما قلنا لما بنقول كله نعمل العلامة دي. طيب عايز العمود التالت، هو ده اللي فيه 3 و7، يبقى هكتب هنا العمود التالت. لا ده انا ممكن اعدل كمان، دي مش معناها بس ان انت كده ايه بتقول له كله، لا ده انت ممكن تضيف شوية حاجات. زي ايه؟ زي ان انت لو عندك اكتر من رو ممكن اقول له من الرو كذا لحد الرو كذا، تمام. يعني من الاخر تقدر تقول ان انت بتكتب له هنا فيكتور، تمام. ونفس الكلام هنا ممكن اكتب له فيكتور. طب عشان نوضحها اكتر، احنا عندنا مثلا هنا 3 elements، فخلينا نقول من 1 ل 3، وهنا مثلا قلت له من 1 ل 2، فالمفروض هيطبع له كده كله يعني. طيب التعديل بقى هنا في ايه؟ ان انا ممكن اشيل دي واقول له عايز الصف واحد، وعايز من 1 ل 3 ايه الاعمده. فخلاصة الكلام ان انت عندك ممكن تكتب هنا فيكتور، وعرفنا الفيكتور بيتكتب ازاي. اقدر برضو اعدل واضيف هنا الانكرومنت بتاعي او الديكرومنت بتاعي، تمام، انكرومنت لو بتزود وديكرومنت لو بتنقص، تمام. تقدر تكتبه هنا وهيعمل لك نفس الوظيفة. انا هو الديفولت 1، فانا هنا ايه هكتب له 1 هيديني نفس النتيجة. طيب ايه كمان؟
ممكن برضو تتكتب بطريقة تانية زي كده، مثلا أقول له حاجات محددة زي مثلا 1 و3، نشيل ده، تمام. زي ما قلت انت بتديله فيكتور، تمام. اللي فات كان فيكتور هو متقسم لوحده، لكن هنا لا، انا هقول له ارقام معينة 1 و3، اهو جاب لي ال1 وال3 بس في اول صف. فالعب بقى في الموضوع دوت براحتك. الكلام ده بينطبق على 1 دايمنشن، 2 دايمنشن، 3 دايمنشن، 4 دايمنشن، اي حاجة انت عايزها. طب في عندنا ايه تاني؟ نبتدي بقى ندخل في 3 دايمنشن. ايه فكرة ال 3 دايمنشن دوت؟ ده ممكن يبقى عندك array، تمام. ال array ديت، ولا بلاش دي، بلاش المثال ده. ممكن يبقى عندي array على الشكل ده كده، واجي هنا، دي ابسط صورة ممكن تفهم بيها موضوع ال 2 dimension وال 3 dimension دوت. واعمل array، تمام، وجوه ال array ديت اعمل element. تمام، وبالمثل برضه ممكن اخد الريكتانجل الاسود دوت بكل اللي فيه واكرره هنا. فده 3 دايمنشن، تمام. ممكن برضه تروح جاي قلبها، يعني تاخد مثلا الشكل دوت وتقلبه وتعمله رأسي، هيديك نفس النتيجة برضه. ليه هيديك نفس النتيجة؟ لأن الإليمنتس أصلا متخزنين جوه الأريه الصغيرة اللي جوه دي، متخزنين جواها. ده element وده element وده element وده element. انا بس عشان اوصل للelement دوت بقول ان انا في الحتة الفلانية، بكتب هنا مثلا الصف والعمود بتوع الاري دي، لكن هنا انا بكتب عدد بكتب هنا بقى ايه، انا فين في الاري الايه التالتة اللي هي شايلة الاري الصغيرة اللي جوه. يعني انا هنا 1 وهنا 2 وهنا وهنا، طبعا الاري دي التانية اللي انا بكتب فيها الاندسيز دي. يعني بعبارة تانية، انا مثلا عايز اوصل للمربع اللي فوق ده، اوصل له ازاي؟ هقول هنا 1، تمام، انا عند المربع الاسود رقم 1 في الاري، والمربع الاحمر اللي فوق دوت اللي هو 1 1، صح؟ طيب، فاحنا هنا مثلا عندنا الاليمنت دوت زي ما قلنا 1 1 1. طب لو جيت اشتغلت على المربع الاسود التاني اللي هنا وعايز نفس الاليمنت برضو فيه، يعني نفس المكان بتاع الاليمنت اللي فات اللي هو اللي هنا ده، هيتكتب ازاي؟ هشيل ده واحط مكانه 2. وصلت؟ الماتلاب في الدوكيومنتيشن بتاعته مسهل الموضوع ده ومقربه عن بقية اللغات. يعني انا بصراحة لما جيت فهمتها في اول ما اتعلمت برمجة بالطريقة دي، تمام. الماتلاب بقى مسهلها اكتر، يقول لك اعتبر الموضوع كأنه صفحات، تمام. يعني انت الصفحة كاتب فيها مثلا اللي هو التو دايمنشن ديت، حطيتهم في صفحة، تمام. جيت قلت ايه الصفحة التانية، اهو الصفحة التانية برضو فيها اريز تو دايمنشن وهكذا، فمقربها اكتر بموضوع الصفحات. طيب بعد ما عملت كده نفس الطريقة، بتكتب الاري بتاعتك هنا وتقول دي الانديسيز بتاعت الاليمنت ايه اللي موجود هنا. طيب تعال نروح للماتلاب ونشوف الكلام ده. هنعمل سي ال سي،
هنا هنبتدي اللي عندنا الاري اكس دي 2 دايمنشن، تمام؟ فانا هرجع على الاكس، تمام، واجي اقول له هنا ايه، اقول له ان عندي ايه بقى اللي انا قلته له ده. انا هنا قلت له كل الصفوف والاعمده اللي فاتت، مش احنا لما كنا بنعمل كده كان بيجيب لي الاري اللي فاتت، فانا بقول له كل الصفوف كل الاعمده، تمام، في الصفحه التانيه، تمام. طب هتقول لي هو في الاول ما كانش فيه صفحه تانيه؟ ما هو هيعمل لك صفحه تانيه، انت في الاول كنت شغال على صفحه واحده، تمام، باي ديفولت اللي هي ايه الدايمنشن التالت دوت بواحد، تمام، فكانه مش موجود. لكن دلوقتي هنا لا، بقى ليه قيمه، بقى باتنين، فهنا مش هيهمله. طيب لما انت بتكتب له كده سواء الدايمنشن 3 او 4 او اي حاجه، فهو بيجيب لك بيشتغل على ان كل بيبتدي يخزن الفاليوز اللي انت هتجيبها له، تمام، في الاري دي بيبتدي يخزن لك فيها الفاليوز. بمعنى انا هنا هاجي اكتب برضو 2 دايمنشن اري وليكن 99، نفس اللي عملته قبل كده، مفيش جديد، تمام. بس انا هنا بقى هخزن الاري اللي هي التو دايمنشن دي، تمام، في الصفحة التانية، ده كل اللي انا عملته اهو، جاب لي الصفحة الاولى اهي والصفحة التانية. انا هخلي يعني همشي معاكم حوار اللي هو صفحات دوت، عشان لقيتها دي اقرب طريقة ممكن تشرح بيها لحد الموضوع على انه صفحات، تمام. يبقى دي كده زي ما احنا قلنا ما كانش عندي الصفحة التانية ديت، هو انشاها لي لما جيت قلت له هنا. طيب في حاجة برضو عايز اقولها، موضوع ان انا اكتب فيكتور مثلا، موضوع ان انا اجي اكتب مثلا فيكتور هنا، ده عادي خالص، ينفع تكتب فيكتور هنا برضو، اللي هو مثلا تيجي تقول له من هنا واحد لاتنين مثلا يعني، تمام، هطبع لك كلها تاني. ليه؟ لان انت قلت له انا عايز كل الاليمنتس ديت، تمام، وقلت له عايز تطبع لي من صفحة واحد لصفحة اتنين وهكذا. في حوار الفيكتور دوت مهم وهتستخدمه على طول في حاجات كتيرة. طيب ده بالنسبة لل 3 دايمنشن. تقدر برضو تستدعي ال variable بنفس الطريقة اللي كنا بنستدعيه بيها ال 2 دايمنشن، فرق بس ان انت عندك ايه فاصلة زيادة. طيب كده ال 2 دايمنشن، نيجي بقى نتكلم عن ال 4 دايمنشن ونشوف ايه قصتها. لما تيجي تتكلم بقى عن ال 4 دايمنشن هنقربها برضو بمربع كبير وجواه مربعات صغيرة. تمام، دي كده مثلا نقدر نقول عليها شكل الفور دايمنشن. بقيت انا عشان اوصل للاري ديت، تمام، بقيت انا عشان اوصل لها محتاج تو دايمنشن. تمام،
هيت محتاج 2 دايمنشن هنا عشان بس اقدر اوصل للاري دي. ليه؟ لان عندي مربعات تانية برضو هنا، اريز تانية موجودين، وبالتالي لو انا عاوز اوصل لده فهيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي الاحداثيات كالاتي. عندي هنا الاري ديت 1 1 اللي هي الاحمر دي الكبيرة، هكتب هنا 1 1. طب والمربع اللي جواها ده ايه؟ ده برضو 1 1 في الاري اللي بالاحمر دي. يبقى هنا عشان اوصل للاليمنت ده محتاج الاندسيز دي اقرب طريقة ممكن تفهم بيها الفور دايمنشن. الفايف دايمنشن هتبقى دي بقى، شايف دي كلها كده نفس الطريقة برضو اللي انا كنت بتكلم بيها اللي هي نظام صفحات. طب ستة الدايمنشن هيكون 6، هتبقى بقى ايه نفس النظام دوت. تمام، هي دي كل فكرة المالتي دايمنشن، ان انت هتتعامل معاها ازاي. انت مثلا عندك صفوف وأعمدة، ممكن تخزن جوه الصفوف والأعمدة ديت مصفوفة تانية صفوف وأعمدة. تمام، دي فكرة المالتي دايمنشن. يبقى انت اصلا 4 دايمنشن دوت يعني حاجة كبيرة، حاجة كبيرة جدا. تمام، انت اخرك هنا على البرنامج هتتعامل مع الـ3 دايمنشن يعني، ونادرا يعني تدخل في الثري دي وكده هتتعامل مع الـ3 دايمنشن. نرجع تاني للبرنامج. ممكن مثلا نجي على الاكس، احنا قلنا هنا بقى لازم، احنا كنا قايلين ايه؟ 2. فهاجي هنا مثلا اقول له 2 و خليها 2 و2. تمام، لما تيجي تدخل بقى العناصر هتدخلهم بنفس الطريقة اللي فاتت. تمام اهو نفس الطريقة اللي فاتت. لازم ليه بقى؟ خلي بالك الاستراكشر بتاع الاري اللي هي الاري الصغيرة دي، تعال نروح هنا فين الاري اللي ابتدينا بيها. طيب ما علينا، الاري ديت اللي احنا ابتدينا بيها الاستراكشر بتاعها ان هي 2 دايمنشن. تمام، ف وانا بدخل الاري الثلاثة دايمنشن، تمام، وانا بخزن في التو دايمنشن لازم برضو اخزن نفس الطريقة، مش هغيرها. يعني انا كنت بخزن كده، مثلا عندي صف، عندي اول صف مثلا في 2 element، المفروض دي حاجة تكون لاحظتها، جيت فصلت ما بينه ودخلت على الصف التاني. الصف التاني لازم برضو يكون 2 element، لو حطيت 3 element هيديك ايرور. هديك ايرور. طب وانا بدخل برضو في 3 دايمنشن او في 4 دايمنشن او حتى في 5 دايمنشن نفس الكلام، برضو لازم تدخل صفين وعمودين. تمام، زي ما انا حاطط السايز بتاع الاريه الصغيره، عشان كده كنت بشرحها بطريقه الزوم ديت، ان انا ايه اعمل لك مربعات جوه مربعات عشان تفهم الفكره ان انت عايز توصل لده. طب ده موجود فين؟ بتشوف اول اريه هو موجود فيها اللي هي دي ايه كام دايمنشن؟ 2 في 2. تمام، عشان اوصل للاري ديت محتاج كام دايمنشن؟ محتاج برضو 2 في 2 اللي هما دول. هي دي كل الفكرة، كل اللعبة. اللخبطة بقى، اللخبطة ان انت مثلا تيجي تفكر ان انت لما تبقى 3 دايمنشن فهتغير في دول، لا دول ثابتين، دول الاري الصغيرة ديت اللي هي اللي جوه دي. تمام، دول ثابتين بتوعها، سواء انت هتخليها 3 دايمنشن 4 دايمنشن بعد كده ثابتين معاك. طيب عندنا ايه تاني؟ هلاحظ هنا خزنهم برضو بنفس الطريقة، 1 و2. تمام، بقى اصفار ليه؟
هو انا لما جيت قلت له، قلت له يخزن في صفحة 2 و2. هتقول لي طب وفين صفحة 1 و2؟ يعني مش موجودة، راحت فين؟ اه ما هو مش موجودة، هينشئها. طب هينشئها يخزن فيها، يخزن فاسفور بالديفولت، ديفولت فاليو بتكون صفر، فهو يخزن فاسفور. لما تيجي تنشئ حاجة هو ما تدولوش قيم ليها، تمام، تطنشها يعني، تعملها سكيب، هو هيديها صفار اوتوماتيك. طيب نبتدي بقى في حاجة تانية، وهي ان احنا مثلا عايزين ننشئ اري، تمام. الاري ديت بتشيل صفار، يعني الاري ديت بترجع لي صفار. زي مثلا عايز عايز ايه، عايز مثلا ارجع اري، اعمل اري، تمام. الاري ديت كل اللي فيها يكون صفار. اعمل الكلام ده ازاي؟ الماتلاب ضاف لك طريقة، ضاف لك دالة، تمام، بتعمل لك الكلام ده. لو انت سبتها كده على الوضع الافتراضي هترجع لك صفر، يعني هتخليك الاكس ديت بصفر، تمام. لاحظ ان الاكس هنا ما بقتش اري دلوقتي، او اري واحد في واحد. طيب احنا مش عايزين كده، ما احنا عايزين، احنا عايزين ترجع لي الري بس الاليمنتس بتاعتها تكون صفار، يعني مفيش مشكله. الكلام ده بقى بنعمله ازاي؟ بحط له هنا انا عايز الاري بتاعتي تكون كام صف في كام عمود. يعني لو انا حطيت له هنا 2 هرجع لي الاري 2 في 2، تمام، وهي كلها صفار. طيب لا انا مش عايز كده، ده انا عايز انا احدد له بقى هي تبقى كام في كام. فهنا بتبتدي اول الصفوف اللي هي تبقى على الشمال، والاعمده اللي على اليمين هيرجع لك 2 في 3 اهو. نفس الكلام لو عايز 3 دايمنشن، حط له الدايمنشن الربع هنا اهو. نفس الكلام مفيش اي حاجه بتختلف. طيب عايزين ايه تاني؟ لو عايزين نشتغل على وحيد، عايز ارجع الاكس دي اخليها وحيد، نفس الكلام اقدر اعمله على الوحيد، نفس اللي انا عملته على الزيروز ينفع اعمله على الوحيد، اللي هو تدي له رقم، تمام. آه زي واحد هيرجع لك ايه، واحد في واحد، ما فيش حاجة تانية هيرجع لك. وممكن برضو تكتب بنفس الطريقة اللي فاتت، اللي هي تيجي تقول له من 1 ل 3 مثلا. عود نفسك بقى لما بتيجي تكتب بالطريقة ديت في الأول كده، عشان لسه إيدك ما خدتش على الكتابة في البرنامج فهتكون تايه. تعالى بقى نترجمها واحدة واحدة ليه. واحد بوينت ثلاثة، تمام. لما أنت بتيجي تكتبها في أي دالة، عشان هتلاقيه بكتبها كتير قدام، أو يعني بتكتبها بصيغة الفيكتور دي، دي معناها ايه؟ ترجمها كده واحدة، 1 و2 و3، تمام. طيب استفدت ايه كده؟ تعالى نرجع نشوف استفدنا ايه. استفدت ان انت كأنك كتبت هنا 1 2 3، تمام. بس بدل ما تقعد تكتبهم كده ايه، رحت جاي ايه عاملهم في فيكتور فورم، تمام. هتعملك نفس ايه الاري سايز، لو انا سبتها له كده اهو، عمل لي 1 2 3. نفس الكلام برضو لو انت عايز تعمل 4 دايمنشن اي حاجه. الكلام ده بينطبق على الزيروز، بينطبق على الوان، بينطبق على حاجات تانية كمان. زي ايه؟ زي ان انا لو عايز اعمل اري لوجيكال. يعني ايه اري لوجيكال؟ خدنا اللوجيكال فاريبل المره اللي فاتت اللي هو بتاع ترو فولس دوت. خلينا نمسح الشاشه. لو انا عايز اعمل لوجيكال فاريبل يكون كل اللي فيه مثلا ترو، اجي اقول له هنا ترو. لو سبت له ترو كده هو هيرجع الاكس ديت بواحد، ويعرف الاكس ده على انه اللوجيكال فاريبل القيمه بتاعته ترو. لكن انا عايز ارجع منه اري، نفس اللي قلناه على الزيروز وال1، هتحط له هنا السايز بتاعك اللي هو هيكون عباره عن ان في ان. انت هنا بتحط له الان، تمام. هو بيعمل اري 5 في 5، تمام. نفس الكلام اللي احنا قلناه على الزيروز وال1 ينطبق على الترو، ينطبق على فولس. تيجي هنا تقول له فولس،
تمام. طبعا انا مش هقعد اطبقهم كلهم مره واحده زي بعض كده، انا هدي بس ايه الاسم وانت اقعد تطبق نفس الحاجات اللي انا طبقتها على الزيروز والوانز على الحاجات اللي انا هقول عليها. عندنا اي ده بقى بيعمل لك حاجة غريبة شوية، ده بيعمل لك دياجونال، تمام، الري الدياجونال بتاعها انت بتديهوله، تمام. يعني مثلا انا جيت قلت له عايز الري الدياجونال بتاعها طبعا بيكون باي ديفولت وحيد، يعني كل صور ما عدا هو وحيد زي كده. بص فدي برضو ايه يعني بنحتاجها ساعات، نفس اللي انا قلته على الزيروس والوانز والحاجات ديت بنطبق برضو على دي. حاجة كمان نبتدي بقى في الدياجونال، الدياجونال بتاع حاجة اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن انت لو عندك array، تمام، الاري ديت 3 في 3، تمام، عندك القطر بتاعها، لو القطر دوت هو ده بقى الدياجونال. طيب القطر ده عشان ارجعه في عندي فانكشن بترجعه لي. لو انا قلت مثلا عندي اري اسمها اكس، تعال نجرب نوع راندوم تاني عشان في انواع من الراندوم، ده بيرجع لك انتجر فاليوز. هنا بقول له انا عايز الارقام من كام لكام، اقول له من 1 لحد 5 مثلا، ده الرينج بتاع الراندومايزيشن. وهنا هقول له انا عايز الاري تبقى كام في كام، مثلا 3 في 3، تمام. القطر هنا احنا خلاص عارفين 3 1 1. طيب عشان ارجع القطر دوت بقول diagonal وبدي ال variable اللي هو ال x، رجعهولي بس رجعهولي كفيكتور. حلو، لو انا عايز مثلا لو انا عايز مثلا الدياجونال ده اللي هو 5 و5 بتيجي تقول له 1. طب لو عايز الدياجونال ده اللي هو 3 نفس الكلام برضو هتزود خليها 2، وبالمثل تقدر تنقص، تمام. ده الافتراضي بتاعك ده اللي هو 0، لو جيت حطيت له هنا 0 هيجيب لك 3 1 1، لو قلت له -1 هيجيب لك ال1 وال5 وهكذا. طيب ده بالنسبه لو انا اديته اري. طب وانا ينفع اديله حاجات تدي له اصلا فيكتور؟ طب هيعمل لك ايه لما انت تدي له فيكتور؟ لو انا مثلا جيت اديته فيكتور هيعمل لي ايه؟ هيرجع لي اري الدياجونال بتاعها هو الفيكتور دوت، تمام. تعال نشوف الكلام ده، هاجي هنا اقول له الدياجونال بتاع الاكس عشان عايز اديله فيكتور، فده بيرجع لي فيكتور هودي له الفيكتور دوت. انا كنت كاتب حرف الاكس كتبها سمول كابيتال او زي ما احنا شايفين، تمام. طيب ممكن اديله برضو بعض الخصائص زي ان انا عايزه يبقى يكون هنا، هدي اقول له 1 هيكبر لي الاري لانه هيجي يحط التلاتة، 1 في 1 تاني طار ما ينفعش، هيكبر الاري عشان تكفي الواحد الزيادة اهو، تمام. وتقدر تحط له ايه سوالي. ده الدياجنال. عندي حاجة تانية فكرة بتاعتها غريبة شوية وهي البلوك دياجنال. البلوك دياجونال دوت فكرته ايه؟ فكرته ان انا عندي مصفوفة، تمام، ومصفوفة تانية لازم الاتنين يكونوا من نفس السايز، يعني عندي مصفوفتين من نفس السايز او 3 او 4 براحتي، عايز اعملهم بحيث ان هم يشكلوا لي قطر، يعني المصفوفات ديت تشكل لي قطر. تعال نشوف الكلام دوت بالتفصيل، اقول مثلا الارقام من 1 لـ5، تمام. السايز بتاعي هخليه مثلا 2 في 2، الاري اللي جايه هي كمان لازم تكون 2 في 2، ما ينفعش تكون حاجه تانية، تمام.
لازم تكون 2 في 2، لو حطيت حاجة تانية هيطلع لك ايرور، ده منطقي لان هو بياخد اري زي بعض بحيث ان هما شكلوا له قطر في الاخر. تعال نشوف هتطلع لنا ايه. زي ما احنا شايفين اخد اول اري تمام، وبعد كده الاري التانية، ولو حطيت تالتة هتبتدي برضو من هنا وتكمل بحيث ان هما شكلوا لك قطر في الاخر تمام. دي بلوك دايجونال لو حبيت تستخدمه. نيجي بقى على الحاجات المهمة. الحاجات المهمة زي ايه؟ زي الكونكاتينيشن. الكونكاتينيشن دوت مصطلح موجود في كل لغات البرمجة تقريبا تمام. الدوال بتاعته وفكرة عملها ممكن تختلف من لغة للتانية، لكن فكرته عموما ان جنرال موجودة في كل اللغات تمام. فتعال نشوف هنا هنقدر نستخدمه ازاي. بيجي نكتب كات اللي هي اختصار لكلمة كونكاتينيت، وابتدي احط له الدايمنشن. يعني ايه الدايمنشن؟ انا عايز ارجع هي كونكاتينيت اكيد هترجع لي اري. طيب الاري اللي هترجعها لي بقى عايزها تاخد الاتنين اري التانيين تجمعهم على بعض، تضمهم على بعض ازاي تمام. لو انا جيت قلت له هنا واحد تمام، فانا بقول له كده تاخدهم تحطهم فوق بعض صفوف، يعني تاخد الاري اللي جايه اللي هي دي، هننسخ اللي فوق ده عشان مش نقعد نكتبهم كل شوية. نغير الأرقام تمام، هتحطهم ليه فوق بعض اهو. طب ممكن اغير واخليهم تحطهم ليه جنب بعض، يبقى هتغير الدايمنشن اللي انت عايز تحط على اساسه تمام. انا عايز تحطهم ليه كولومز تمام، يعني هتحطهم لي جنب بعض. طيب لازم تلاحظ شوية حاجات. تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان انا هنا لازم دول الاتنين يكون ليهم عدد نفس العدد الأعمدة، مش مهم يكون ليهم نفس عدد الصفوف، بس يكون ليهم نفس عدد الأعمدة. في الحالة دي يكون ليهم نفس عدد الأعمدة مش نفس عدد الصفوف. ليه؟ وده منطق، لأن أنت لو جيت حطيت واحد، حطيت مثلا دوت وفي صف عمود زيادة هنا تمام، هتلاقي دوت العمود مش موجود، فهيحطه لك ازاي؟ نفس الكلام هنا لازم عدد الصفوف يكون قد بعض، ان هو هيجي يحط ايه صف صف. طب لو دوت 3 صفوف هتلاقي صف هنا، طب هيحطه لك ازاي؟ مش هينفع يحطه تمام. في حاجه مشتقه منها انا شايف ان هي ملهاش لازمه، وهي الهوريزونتال كونكاتيني تمام. بتكتب له بدل ما تحط له مثلا 2، يعني بدل ما هتكتب له نفس هي دي هي هي، بس بدل ما تحط له 2 اهي، بدل ما احط 2 نسيت حرف الزد مش عارف فيه النهارده تمام. وفي عندي واحده زيها بالظبط بس بتعملهم لي فيرتيكال، اللي هو بدل ما احط حرف بدل ما احط ايه رقم 1 نفس الكلام ما بنغيرش اي حاجه. ده بالنسبه للهوريزونتال والفيرتيكال كونكاتينيت. هنتكلم بقى بعد كده عن الريبيت إليمنت. الريبيت إليمنت، الريبيت إليمنت ديت فكرتها ايه؟ فكرتها ان انت بتكرر الحاجة. انا يعني مثلا إليمنت، طيب لو انا مثلا اديت فيكتور زي كده 1 2 تمام، هات لي فيكتور بسيط زي ده، عايز يتكرر كل element فيه يتكرر مرتين. ده اللي ايه ده اللي حصل. ممكن اكتبها بطريقة تانية، اكتبها على الطريقة دي مثلا، عايز الواحد دوت يتكرر 3 مرات
تمام، وعايز الاتنين دي تتكرر 4 مرات. يعني يعني هتدي فيكتور هنا، الفيكتور دوت كل واحد فيه بيمثل الرقم اللي دوت هيتكرره، اللي الاليمنت اللي دوت هيتكرره، الاليمنت المناظر ليه هيتكرر، تمام. فبالتالي الفيكتور دوت لازم يكون نفس اللينس بتاع الفيكتور اللي هنا. نفس الكلام اقدر اطبقه على الاريز. لو هنا بقى ما ينفعش اكتب رقم، لا لازم تكتب سايز، عايز كل element في الاري ديت يتكرر بالسايز دوت، مثلا 1 و 2، تمام. اخد الواحد دوت عمل منه صف واحد وعمودين، والاتنين هيعمل نفس الكلام، والتسعة نفس الكلام، والتمانية نفس الكلام. دي فكرة الريبيت element. طيب في ريبيت اري ده بيعمل لك نفس الكلام بس مع الاريز، يعني نفس الطريقة اللي انا كنت بشتغل بيها على الفيكتور بالظبط، بس بدل ما احط الفيكتور احط اري، هيعمل لي نفس الكلام بالظبط. تعال نشوف الكلام دوت. هاخد الاري ديت بس، هاجي هنا اقول له رقم واكرر الاري ديت بنفس الرقم بالظبط، اهو 2. اخد الاري كررها لي مرتين، طبعا نفس ما كان بيعمل مع الفيكتور اللي هو، بس هنا طبعا عشان عنده صفوف واعمده، فالصفوف هتبقى مرتين والاعمده مرتين. لا ده انا عايز احدد بقى هيتكرروا ازاي، مش عايزهم يبقوا يونيفورم. فهنا هتكتب له انت عايز صفوف الأعمدة الجديدة تكون صفوف الأعمدة بتاعتك تكون ايه، يعني تكرره في صفوف أعمدة قد ايه. هقول له 2 في 3 اهو، كرر لي الأري تمام بصفين وثلاث أعمدة. ودي كانت الايه الريبيت ماتريكس. انا قلت الكونكاتينيشن، قلت الكونكاتينيشن، هنشوف حاجة تانية. كنت ناسي أقول موضوع إن في عندنا حاجة كده اسمها إند، اللي هو لو عامل فيكتور إكس مثلا من 1 ل 10 مثلا، تمام، ممكن أجي أقول إكس إند هيجيب لي آخر إيه، آخر حاجة، اخر حاجه في اخر element في اكس، اكس كابيتال، تمام. نفس الكلام لو array تكتب له الاري وتكتب له انت. حاجتين كمان عايز اقولهم، المفروض 3 حاجات بس انا اقول 2 منهم اللي احنا بنحتاجهم، تالتة مش هتحتاجها اوي او مش هتحتاجها، اللي هي اللاين سبيس. خلي بالك ان مفيش فيها ايه عشان دي بتلخبط، يعني دي بتدي له اول حاجة بدايتك، تاني حاجة نهايتك 5 مثلا، وبتدي له الاعداد اللي المفروض تكون ما بين الـ1 و5. يعني بتقول له انا عايز عندي خط بدايته 1 وبدايته ونهايته 5، عايزك تقسمه لي العدد الفلاني، عايزك تقسمه لي 20، تمام، 20 سيجمنت، تمام. تعال نشوف زي ما احنا شايفين، بدأ من 1 انتهى عند 5. دي مختلفة عن موضوع الفيكتور، لأن هو كان يا بيزود يا بينقص يا مش عارف ايه، لا هنا انت بتقول البداية كذا والنهاية كذا، مش هيتغيروا، هي الفكرة بس هيبقى هيتقسموا، هتبقى كل مسافة على الخط دوت قد ايه، يبقى بين كل نقطة والتانية على الخط قد ايه، تمام. دي فكرة اللاين سبيس. طيب لو انت لو سبتها له افتراضي كده وما كتبتش هنا هيقسمهم لك 100، يعني لو عملت له كده هيقسمهم لك 100، تمام.
التانية اللي هي اللوج سبيس. فكرتها مختلفة شوية، بتحط له مثلا هنا واحد و اتنين، تمام، وتقول له هنا قسمها لي خمسة مثلا. هنا الواحد ديت بتكون عبارة عن 10 أس 1، والاتنين ديت 10 أس 2، وهو بيقسم لك المسافة ما بين 10 أس 1 و10 أس 2، تمام، لو احتجت يعني اللوج سبيس دوت. طيب عندنا ايه تاني؟ هما الاتنين دول كده، وفي حاجة تانية اللي اسمها فريكوانسي سبيس، بس يعني ملهاش لازمة. نبتدي ندخل بقى في شوية حاجات تانية كده، زي مثلا لو عايز اجيب عندي array زي الاكس كده، عايز اجيب اللينس بتاعها اللي هو الاكس دوت فيكتور. لو عندي array يعني او فيكتور عايز اجيب اللينس، نجيبه ازاي؟ كابيتال اكس قبل 10. طب هما هم منين دول؟ ما انا بادئ من 1 لحد 10، 10 element ده اللينس. تكتب برضو array او vector مش هنختلف. طب لو عايز اجيب السايز، هي مثلا 1 في 2، 2 في 3، مش عارف ايه السايز بتاع الاري او الفيكتور ده، نفس الكلام ايه 1 وايه 10، 1 ده عدد الروز و10 ده عدد الكولومز. بس يعني ممكن اعيدها تاني واجيب المتر مثلا، هيديك ايه 10 1. عندي حاجة تانية اسمها in dimensions، number of dimensions تقريبا، يعني number of dimensions، تمام. ال number of dimensions ديت بيجيب لك عدد ال dimensions اللي عندك. انت ممكن تبقى عامل 3 dimension 3 dimension array او 4، تمام، هو بيجيب لك العدد بتاعهم. هنا المفروض يرجع لي 2، ال x مش عارف عمال اتلخبط ما بين x capital و small، تمام. هنا عندي ال dimensions 2، افقي ورأسي، الافق عندي 1 والرأس عندي 10. طيب عندي ايه تاني؟ العدد بقى ال elements اللي جوه ال array، دي ميزة جامدة بصراحة. ليه؟ لأن انت المفروض هتقعد تحسبهم بقى بإيدك يعني، أو تعمل حاجة هنا تقعد تحسبهم لك، تشوف بقى كل، شوف العدد بقى ايه، تحسبه على اساس الدايمنشنز بتاع الاري وكده. في عندك حاجة هنا جاهزة number of element، نكتب هنا ال x capital تقريبا في ال، تمام، جاب لي 10 element. الكلام ده طبعا في حاجة زي كده ايه تحسش بيه، لكن لما يكون عندك multi dimension array، تمام، هتحس بالحاجات ديت وهتحس ان هي مهمة جدا ساعتها، لان انت هتقعد تضطر تقعد تحسبهم بيدك. طيب عندي ايه تاني؟ او تعمل حاجة يعني تحسبهم لك. عندي بعد كده فيكتور اللي هي كويريز كده تتحقق، هل ده فيكتور ولا مش فيكتور؟ از فيكتور تمام. وعندي كويري تانية بتتحقق، هل هي array ولا لأ؟ طبعا دوت فيكتور عشان هو single dimension أو صف وأعمدة، تمام، أو عمود وصفوف، فقلنا دوت بيتسمى هنا فيكتور. هناخد بقى دلوقتي شوية حاجات زيادة كده، نفس is vector ممكن تاخدها بحاجة تانية اللي هي is matrix. الماتريكس ديت بتدي له بقى انت ماتريكس، هو يقول لك لو ماتريكس اديك 1، لو مش ماتريكس هيديك 0، تمام. ده انا 1 لانها ماتريكس. عندها حاجة تانية اسمها ايز سكيلر، لا
لو اديته هنا ماتريكس او فيكتور هيديك زيرو، لو اديته رقم هيديك واحد. عندي ايه تاني؟ عندي حاجة اسمها ازرو. ازرو ديت بقى بيعمل لك ايه؟ لو انت مديله رو فيكتور اللي هو كان فيكتور بس مكتوب كده بالعرض فبيديك واحد، لو مديله الفيكتور بقى مكتوب بالطول فبيديك زيرو. طيب نبتدي بفيكتور اهو مكتوب بالعرض اديني واحد، لو كتبتها هي بس فيكتور مكتوب بالطول اديني زيرو. نفس الكلام از كولوم بيعمل ايه؟ از كولوم بيشوف هل هو فيكتور مكتوب بالطول، لو فيكتور مكتوب بالطول هيديك واحد، لو مكتوب بالعرض هيديك زيرو. تمام، لازم نفصل ما بينهم بسيمي كولوم اهو ده واحد. عندي اخر حاجة ودي بقى ممكن نشوفها حاجة مهمة شوية، اللي هي از امتي. لو انت هنا مديله array مثلا فاضية زي مثلا كده، مديله array فاضية مثلا هيديني ايه؟ هيديني واحد. از امتي لو الاري لو الاري اللي احنا مدينها له array فاضية تمام، المفروض ان هو يديني ايه؟ يديني واحد. لو الاري مش فاضية هيديني زيرو. تمام، هتقول لي ازاي الاري ديت مش فاضية؟ هقول لك تعالى نكتب مثلا نفس اللي احنا كتبناه بس نكتبها نخليها 1، دي نفس النتيجة برضو زيرو اهو، نفس النتيجة زيرو. طيب فإذا امتى ديت بتعرف على هل الري ديت فاضية ولا مش فاضية. طيب يعني ايه بقى فاضية ويعني ايه مش فاضية؟ زيرو ده قيمة تمام، والوحيد ديت برضو قيمة. فهنا لو الري فاضية اللي هي الري معمولها ديكلاريشن بس مش معمولها انيشاليزيشن يعني ما تحطش فيها قيم، فبيرجع لك ايه؟ بيرجع لك واحد. تمام، هتستخدمها امتى؟ هتستخدمها لما يكون مثلا في متغير انت مثلا هتبعته تمام علشان تستخدمه بعدين. يعني في متغير انت معرفه، متغير انت معرفه عندك في عامله ديكليريشن عندك في الام سكريبت مثلا، والفاريبل دوت مش هتوضح معانا دلوقتي، تفضح معانا في الام سكريبت لما اجي اعمل لكم حاجه زي كده يعني. فالفاريبل ده انت بتديه عايز تستخدمه تمام، فعشان تيجي تستخدمه لازم يبقى ليه قيم، لو ملوش قيم هتستخدمه ازاي؟ فبتعمل از امتي، لو رجع لك النتيجه واحد يبقى الفاريبل دوت فاضي لسه ما تحطش فيه بيانات تمام، ما ينفعش استخدمه هنا. وممكن تدي اليوزر ورنينج او ان انت توقف الايه البرنامج. هنشوف الكلام دوت لما نيجي نتكلم بقى على الام سكريبت هتوضح موضوع از امتي. في حاجتين تانيين بس مش هينفع اقولهم دلوقتي، لازم ايه ان احنا نشرح شويه حاجات كده قبل ما اقوله، اللي هي از رو از سورتد واز سورتد رو. تمام، دول هنشرحهم وهتفهم بقى بعدهم يعني ايه سورتد ويعني ايه سورتد رو. شيفت دايمنشن، الشيفت بقى في اي لغة برمجة من ارخم الحاجات. الشيفت بقى في اي لغة برمجة من ارخم الحاجات، احاول ابسطه على قد ما اقدر. عندنا حاجة هنا اسمها شيفت دايمنشن، بتعمل ايه دي بقى؟ دي بتشفت لي، بس بتشفت لي حاجة غريبة وهي الدايمنشن. يعني مش بتعمل لي شيفت لحاجة تانية، لا بتعمل لي شيفت للدايمنشن. طيب نبتدي بقى في الشيفت دايمنشن.
شفت دايمنشن ديت من الحاجات الرخمة، تمام، بس انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ايه ابسطها شوية. طيب انا عايز اشفت الدايمنشن. يعني ايه اشفت الدايمنشن؟ يعني انا دلوقتي عندي array، تمام، الاري دي مثلا نقول واحد تمام. اللي احنا هنعمله هنا ايه؟ احنا عايزين نشفت الدايمنشن ديت، يعني نزحزحهم يمين نزحزحهم شمال، اشيل الوحايد ديت، تمام. اول حاجة الفانكشن دي بتعملها ان هي بتجيب الدايمنشن بتاع الاري اللي هي هتشتغل عليها، تمام. لو هي في اول واحد بتشيله، فتبقى لك الاري اللي هترجع لك بقى الدايمنشن بتاعها لما نشيل الوحيد اللي على الشمال، هتبقى لك 2 و3 و4 و5. طيب انت بقى عايز تشفت الدايمنشن بقد ايه؟ تعال نشوف مثال عشان الفكرة تقرب لنا. احنا قلنا هتشيل الواحد، المفروض كده ان هي ما تشيلوش. ليه؟ لان انا شفت 2. تعال نشوف النتيجة هترجع لنا ازاي. عشان ارجع النتيجة بكتبها بالطريقة دي. الطريقة دي بترجع لي حاجتين. اول حاجة منهم هي array، تمام، هي الاري بتاعتنا اللي احنا عايزينها، اللي احنا بنعمل الشيفت عشانها. الحاجة التانية هو عدد الوحيد اللي هي بتبقى على الشمال اللي اتشال، تمام. انا لما هاجي اشفت 2 مفروض ان كده مش هيبقى فيه وحيد على ايه؟ على الشمال، تمام. نتأكد بس احنا كاتبين كل حاجة، مش ناقصين اقواس او حاجة. يبقى هنا انا بحط الشيفت وانا بحط الماتريكس بتاعتي، تمام. طيب هو جه عمل ايه؟ اول خطوة راح جاي مشفت، تمام. اول خطوة بروح جاي مشفت. طب بشفت يمين ولا بشفت شمال؟ ده اول سؤال هنسأله. بشفت ناحية الشمال. يعني ايه بقى بشفت ناحية الشمال؟ يعني احنا الارقام بتاعتنا 1 و2 و3 و4 و5. الشيفت بتاع لما موجب بيروح جاي مشفت ناحية الشمال، فهو هيشفت رقمين، يعني هيمشي كده ايه، هيمشي الارقام ديت رقمين، تمام. يعني هنبقى 3، مفروض نبقى 3 4 5، تمام كده احنا زحزحنا رقمين فدول اختفوا. بس هنا لما بيبقى موجب بيعمل حاجة اسمها وورب. وورب يعني ما بيضيعليش حاجة. بعد الأرقام اللي اختفت دي بيروح جاي أخدها تاني وحطها لي في الآخر. فبترجع لي الدايمنشن بتاعي 3 4 5 1 2، ده اللي هو الشيفت بيعمله يعني، تمام. لان احنا هنشوف برضو شيفت انواع تانية غير شيفت الدايمنشن. في الغالب ما بنستخدمش شيفت الدايمنشن ده، يعني انا عن نفسي ما مش فاكر استخدمته امتى اصلا، تمام، لكن هو موجود. ممكن تحط سالب، لو عملت ديت سالب بشفت العكس. يعني انا لو جيت دلوقتي قلت له عايز السايز مثلا بتاع، ولا بلاش خلينا في ان احنا نشفت الايه العكس. لو شفت العكس بقى يعمل لك ايه؟ بيضيف لك وحيد على الشمال. يعني هو هيمشي الناحية التانية، هيمشي الناحية دي ناحية اليمين، تمام. فمفروض ان هو هيحط لك وحيد، يبقى عندك 1
وعندك الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة، فهتلاقي الموضوع موضوع تحس ان هو غبي كده، يعني ملوش استخدامات قوي بصراحة، انا ما استخدمتوش لحد دلوقتي في البرنامج. تمام، ده موضوع الشيفت. نيجي بقى لحاجة تانية، هتحس ان هي مهمة اكتر من دوت. نقول سي ال سي هي الريشيب. الريشيب دوت هتحس ان انت فعلا لا ممكن استفاد منه عن اللي فات. الريشيب دوت بعمل ايه؟ لو انا عندي اري، الاري ديت مثلا انا حاططها 5 و2، تمام، فالاري ديت انا عايز اشقلبها، يعني خلي 2 في 5 مثلا. فبعمل الكلام ده ازاي؟ بعمله بالريشيب. الريشيب هنا هقول له 2 و5، تمام، هيقلبها لي. فدي حاجة ممكن تحس ان هي ايه، مفيدة اكتر من اللي فاتت. دي فكرة الريشيب. شروطها ايه؟ شروطها ان الدايمنشن دوت 5 في 2، مينفعش تيجي تحط لينا 3 في 5، لا لازم نفس الايه، لازم دايمنشن ينفع ايه، ان هو يعمل لك ريشيب عليه. يعني من يعني ما عدد الاليمنتس مثلا، يعني نجيب لك بعبارة تانية، عدد الاليمنتس يكون 1. طالما عدد الاليمنتس في الدايمنشن القديم هيبقى قد عدد الاليمنت، ما انت هنا ممكن تحسب عدد الاليمنت اللي هو 2 في 5 هيديك 10 اليمنت، تمام، وهنا 10 اليمنت يقدر يعمل لك ريشيب. لو عدد الاليمنت هيبقى مختلف مش هيقدر يعمل لك ريشيب. دي الليميتيشن اللي عليها، وده منطقي طبعا، يعني انت هيجيب لك الاليمنت الزياده دي منين او الاليمنت الناقصه منين. طيب عندنا بعد كده حاجة اسمها سكويز، ممكن برضو ما تستخدمهاش بس انها موجودة. دي بيعمل لك ايه؟ تقريبا بتتكتب كده. دي بيشيل لك ال one dimension array من ال array بتاعتك. مثال، انا جيت انا قلت فعايز اقول له مثلا هات السايز بتاعها، عشان هو هيقعد هيكتبها لي هنا مش ناقصين. تمام، هنا هو المفروض هيعمل لي ايه؟ المفروض هيشيل لي اي واحد، اي وان دون اي وان دون دايمنشن. فهنا مثلا ممكن اشيل الواحد التلاتة دي كمان. هو بيشيل لي الوان دايمنشن بس، اي حاجه تانية ما بيشيلهاش، او رجع الاثنين والاربعه، اي وان دايمنشن هو بيشيله. دي فكرتها لو حابب تستخدمها. يعني بعد كده بقى عندنا شويه حاجات هتستخدمها نوعا ما. عندي حاجه اسمها فليب. فليب ديت بيشقلب لك الحاجه برضو، بس بيشقلب لك 180 درجه. نشوف كده شقلب لك ازاي 180 درجه. حاجة دي 1 2 3 4 5، انت عايز تشقلب كده، تمام، ليفت تو رايت، فهتبقى 5 4 3 2 1، تمام. لا انا الحاجة عندي كده، طب عايز اشقلب كده هشقلب لي ازاي؟ يبقى 4 3 2 1 وهكذا. تمام، دي فكرة فليب. فزيها زي ده اللي خدناه قبل كده. حاجة أقول له برضو راندوم هنا، وأقول له 1 2، تمام، وهنا أقول له الدايمنشن اللي هو هيعمل عملية الفليب عليه. لو قلت له 1 فهو كده هيشتغل على اساس ايه؟ هيشتغل على اساس الرول، صح، اللي هو الدايمنشن الاولاني، تمام. فهتلاقي الفليب هنا المفروض هيطلع الفليب معاك ايه، هوريزونتال، زي ما احنا شايفين فليب ايه، هوريزونتال. طيب
ليه؟ عايز اكتب واحدة بس كده ايه عشان نوضح عليها اكتر من دي. طيب تعال نوضح فيليب تاني على دي، مش احنا اصلا ما كناش عارفين الارقام بتاعتنا تبقى عاملة ازاي. نقول له على الاكس باي ديفولت هو بياخد الدايمنشن واحد ويعمل فليب عليه، تمام؟ فزي ما احنا شايفين عمل فليب على الدايمنشن واحد. طب الدايمنشن واحد دوت اللي هو ايه؟ دايمنشن واحد اللي هو الروز، هو عمل فليب عليه، ده بيسمى فليب اب اند داون، تمام؟ في عندك فليب تاني اللي انت تقوله مثلا الفليب على الدايمنشن اتنين اللي هو الكولمز، هيبدلهم لك برضو. ايه تاني؟ في حاجة تانية، تعال نمسح دي. في فليب في فليب اللي هو يقول لك فليب ليفت اند رايت، فهنا برضو هتيجي تقول له الحاجة اللي انت عايز تعملها فليب، بس مش هتكتب له دايمنشن لان انت اوريدي كده ايه كأنك محدد له الدايمنشن، وهو يعمل لك برضو ايه فليب دي. في عندك فليب اب اند داون، تمام؟ ده هيعمل لك فليب ايه اللي هو كان بيشقلب لك الصفوف دوت، وتقول له هنا ايه الاكس ونفس الكلام. ايه تاني؟ في حاجة برضو اسمها روتيت، يعمل لك روتيت للحاجة، روتيت 90. الفليب دوت تقدر مثلا تقول، مش هينفع نقول، ممكن تقول سميه مثلا روتيت 180 درجة، ده بيعمل لك روتيت 90. بتدي له برضو الاري هنا الاكس مثلا، وبتقول له انت عايز تلففها كام لفة. لو انت سبتها له كده المفروض هيلف لك 90، لو انت قلت له مثلا هنا 2 هيلف لك 90 في 2 180، لو قلت له سالب 2 هيلف لك سالب 180 اللي هو هتجمعها 360 هتديك ايه 180 برضو، تمام؟ ده اللي هو بيعمله لك يعني. وبكده نرجع بقى لإيه، للحاجة المهمة اللي هي السورت. طيب السورتنج فكرته حلوة، تمام؟ وفي الغالب موجود في أغلبية لغات البرمجة. طيب تعال نشوف بقى السورتنج دوت بيعمل ايه. أنا دلوقتي عايز أرتب الأري، تمام؟ هي أرتبها تصاعدي، أرتبها تنازلي، وهكذا. ففرضا مثلا تعالى نحط أري ما عندنا تبقى أفضل من راندوم. نعد الـ array بتاعتنا، هنعملها sorting. هنا هو مستني يحط لي الـ dimension، تمام؟ مستني أحط له الـ dimension، dimension اللي هو هيرتب على أساسه. by default هو طبعا هو بقى إيه؟ واحد. طيب بعد الـ dimension المفروض إن أنت بتحط الدايركشن بتاعك. يعني ايه الدايركشن؟ يعني انت عايز ديسوند ولا استوند، عايز تصاعدي ولا عايز تنازلي. وبعديه بتحط حاجه اسمها الميثود، تمام؟ خلينا بقى ايه نبتدي فيهم واحده واحده كده. انت حطيت له قلت له انا عايزك ترتب على الدايمنشن ده، تمام؟ فعشان هو يرتب على الدايمنشن دوت عمل ايه؟ انا اصلا البتاع مداله مترتبه،
فيعتبر هو ما عملش حاجة. تمام، لو جربنا على الدايمنشن التاني هنشوف الفانكشن شغالة. جه هنا هو عمل ايه؟ هو دلوقتي عايز يبتدي تصاعدي. يعني ايه تصاعدي؟ يعني ابتدي من الصغير للكبير. طب هنا كان الترتيب ايه؟ اوريدي تصاعدي، واحد اتنين تلاتة. ما انا ماشي على ايه؟ على الروز، 1 9 2 8 3 7 روز. طب هنا انا ماشي على الكولوم، تمام، فانا قلت له الدايمنشن التاني، فبالتالي 1 2 3 7 8 9 نجيبها بقى هنا دي سكتش. لما انت قلت له على الدايمنشن رقم 1، تمام، هي كانت اوريدي الري مترتب، فما عملش حاجه وما شفناش حاجه ايه من اللي هو عمله. فهو بيعمل ايه؟ انت عندك هنا ايه element، تمام، هو عايز الدايمنشن واحد دوت يكون مترتب، يعني هنا الصغير بعديه الأكبر منه بعديه الأكبر منه وهكذا. فبيدور هنا، بيدور في دول، تمام، على أصغر واحد ويبتدي يحطه هنا، وهنا يدور على أصغر واحد في التلاتة دول ويحطه هنا. ده لما تقوله دايمنشن واحد. لما تقوله دايمنشن اتنين، فهو عايز لما يمشي كده، تمام، الكولومز يكونوا ماشيين بإيه؟ بترتيب، تمام، يبقى الصغير الأكبر منه وهكذا. فبيدور في دول على أصغر واحد ويحطه، وهنا أصغر واحد ويحطه، وهنا أصغر واحد ويحطه. تيجي على هنا، تمام، هتلاقيه مترتب برضو نفس الكلام. طيب ده في السورت روز. عندك ايه تاني؟ عندك ان انت بقى تيجي تقول له الدايركشن. هو شغال دلوقتي تصاعدي، تمام، هو بدأ من الصغير للكبير وهكذا. ممكن انت تيجي تقول له ايه؟ تنازلي. تمام، في عندك حاجة كمان اللي انت ممكن تيجي تقول له طريقة يقارن على اساسها. بمعنى دي الطريقة اللي هو يقارن على أساسها، يقارن على القيم الأبسوليوت. طبعا برضو مش هتحس بفرق هنا، لأن القيم اللي أنا حطيتها كلها هي أبسوليوت. وممكن طبعا هنا تحط له ريال، يعني تقول له لو أنت مثلا عايز ترتب على القيم الريال، حاطط حاجات كومبليكس، تمام، وأنت عايز ترتبها على أساس الإيه؟ الريال. فبتيجي تقول له هنا إيه؟ ريال. هو بيجي يرتب لك على أساس الريال. في طريقة تانية مش عارف كان اسمها ميسنج حاجة كده، بتكتبها هنا، تمام. ايه تاني؟ في حاجة تانية اسمها سورت روز، بيرتب الصفوف، تمام، نفس السينتاكس بتاعت كتابة السورت، تمام، ونفس آلية العمل، باختلاف حاجة بسيطة، ان انت بتقول له على الكولوم اللي هو المفروض هيشتغل عليه، تمام. هو بيرتبها لك برضو نفس الايه الطريقه اللي فاتت. اكتب له هنا الكولوم، تمام، وبعد كده احط له الدايركشن، وبعد كده احط له طريقه المقارنه، وهيقارن على اساس ايه الاوبشن بتاعها، ونفس الكلام. في حاجه كمان اسمها سيركت شيفت، ممكن برضو تشوفه ملوش لازمة،
لكن ده بقى الشيفت اللي بيتعمل على الالمز. يعني خدنا الشيفت بتاع الدايمنشن وهتحس برضو ان هو ملوش لازمه. هنا بقى في ناس يعني بالنسبه لها ده ممكن يكون ليه لازمه، لان ده شيفت على الالمز ذات نفسهم مش على الدايمنشن. بحط له هنا الري النور، كان اشوف شكلها كده تمام. بنحط له الاري، وبعد كده بنيجي نقول له امسح. تمام، تعالى ايه واحدة واحدة نشرح على أبسط حاجة. قول هنا من 1 لـ5 عايز أشفت ديت. تمام، أشفتها ازاي؟ هاجي أقول السيركلر شيفت بقول له الأريه. تمام، كده اقول له انا هشفت مثلا 2. طيب هو بيعمل ايه بقى؟ بيجي شفت لي الاري ديت ناحية ال ناحية اليمين مرتين. طيب هيجي شفت كده، فبعد ما يجي شفت ممكن تفهمها بالطريقة دي. فانت ماشي كده، جيت حركت دوت كده خطوتين لقدام، فمش هيبقى عندك غير الايه، الـ4 والـ5. طب والباقي؟ الباقي اتقطع، ما بقاش موجود صح؟ بس زي ما قلت هو هنا بيعمل حاجة اسمها warping. فبيجي يكتب لك الـ4 والـ5 تمام، اللي هما الناتجين من الشيفت لما انت جيت شفت دول اللي اتزحزحوا كده ناحية اليمين، طلعوا بره المستطيل دوت كده يعني، بقوا هنا. اعملها بلون تاني، دول اللي طلعوا بره المستطيل الـ4 والـ5 تمام. فبيجي يكتبهم لك 4 و5، وبعد كده يحط لك الـ1 والـ2 والـ3. ده سواء بتعمل بقى ايه، شفت على الدايمنشن دوت او شفت على الدايمنشن التاني. هو ده اللي هو عمله هنا. ممكن طبعا تيجي تعملها له وتكتب له هنا ايه الدايمنشن. هو باي ديفولت لو انت مش كاتب له دايمنشن، هو باخد الدايمنشن اللي هو مش بواحد تمام. باي ديفولت هو بيعمل كده. طب انت لو عندك طبعا 2 في 2 ولا 3 في 3، وانت عايز مثلا تستخدم الدايمنشن الرأسي اللي هو الروز، فبتيجي تكتب له هنا ايه 1، فبيستخدم الدايمنشن رقم 1 وهكذا. دي كانت اخر حاجة معانا في ايه، في موضوع السيركلر شيفت. طبعا زي ما قلنا قبل كده، انت دلوقتي عرفت اللي هي السورتنج، سواء الرو سورتنج او السورتنج العادي. كان في عندك حاجة is sorted تمام، لو الاري مش معمول لها سورتنج فهي هيديك 0، لو معمول لها سورتنج هيديك 1. دي كانت اخر حاجة في موضوع الايه الاريز.